ريزورت هو الوجهة الترفيهية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وجهة عائلية فريدة من نوعها في المنطقة. المنتجع أو الوجهة الترفيهية باي باركس ريزورت عبارة عن ثلاث منتزهات ترفيهية وحديقة مائية. المنتزه الأول اللي هو اليوم إن شاء الله تم افتتاحه الحمد لله بوليوود باركس دبي. بوليوود باركس مثل ما قلنا مبني على أفلام صناعة البوليوود السينمائية وصناعة أفلام بوليوود الهندية، صناعة جدا محببة لكثير من المعجبين بالأفلام الهندية، مو بس في المنطقة وفي الإمارات والخليج، بس من الهند ومن القارة الآسيوية بشكل عام. الحديقة الثانية اللي من ضمن منتجع دبي باركس ريزورت بتكون حديقة ليجولاند دبي. ليجولاند دبي الحمد لله تم افتتاحها في تاريخ 31/10 هذا الشهر اللي طاف، يعني ما كملنا تقريبا اسبوعين الحمد لله واليوم كان الافتتاح الثاني. بوليوود باركس الحديقة الثانية، عفوا ليجولاند باركس هي أول حديقة ليجولاند في منطقة الشرق الأوسط، وطبعاً الاسم والبراند جداً معروف في المنطقة ويخدم الأطفال ما بين سن السنتين لل 12 سنة. الحديقة الثالثة اللي هي حديقة موشن جيت، طبعاً حديقة موشن جيت هي مبنية على صناعة أفلام هوليوود السينمائية. نحن الحمد لله تم التعاون مع ثلاث استوديوهات سينمائية عالمية اللي هي سوني بيكتشرز، دريم وورك أنيميشنز ولاينز جيت. هالحدائق الثلاثة مع الحديقة ليجولاند ووتر بارك كلها مربوطة مع بعض عن طريق منطقة وسطية، مجمع ترفيهي متكامل اسمه مجمع الريفرلاند. ريفرلاند عبارة عن منطقة من المطاعم، من المحلات التجارية، في كثير من العروض الترفيهية كذلك في هاي المنطقة، وهو يمكن المكان الوحيد في الحديقة أو الوجهة الترفيهية اللي ما يحتاج له تذاكر الدخول. طبعا هذا كله مربوط ب عندنا فندق اسمه فندق لافيتا. فندق لافيتا فيه اكثر عن 500 غرفه، حوالي 504 غرف، ومبني الفندق على الطراز البولينيزي، وهو جزء من مجموعه ماريوت بديره ماريوت، وجزء من مجموعه الاوتوغراف لماريوت، وهذا بالنسبة لدبي باركس ريزورت. طبعاً اليوم الحمد لله نحن موجودين هنا للافتتاح الناجح لبوليوود باركس، بس عدنا كذلك بعد كم من يوم إن شاء الله شهر 12 بنفتتح الحديقة الثالثة اللي هي حديقة موشن جيت.